اليوم فرحة لنا ونحن مبسوطين لأنه أخذنا الدرجة. بتمنى للكل أنه الكل يأخذ درجة والكل يتفوق بدروسه. مايا، إيش تحبي توجهي رسالة لرفقاتك للي كانوا معك بسوريا أيام المدرسة؟ بدي أقول لهم أنا كتير اشتقت لهم، وإن شاء الله يكونوا هنا كمان عم بدرسوا كويس، وإن شاء الله يكونوا قدموا كويس، إن شاء الله يكونوا فرحانين مثلي في هذا اليوم. أنتوا إيش بعني لكم هذا اليوم؟ اليوم يوم كتير حلو، نحن كتير فرحانين فيه. يوم فرحة، يوم أحلى يوم بالحياة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. وثيقة نصرة ووفاء لصاحب الرتبة الأولى محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله، اعترافا بالفضل وامتنانا لوافر العرفان. اقدم اغلى ما املك روحا وجسدا مالا ومتاعا فداء ووفاء لنصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هو يوم الجلاء وانا بحبه كتير. طيب انت شو عملتي حتى احسنتي تاخذي هذا الجلاء؟ تعلمت ودرست حتى توصلت لهون. شو اخذتي المرتبة؟ الحمد لله الأولى. ليش طلعتي من مدرستك من سوريا؟ لأنه بشار الأسد قصفنا. الله يهدك يا بشار. والله هذا اليوم كان يعني فكرة رائعة وعمل رائع بالنسبة للكادر التدريسي وبالنسبة للإدارة، إنه جمعناهم بهذا اليوم لحتى الطلاب يعني يحتفلوا داخلياً بنتائجهم، وخاصة بالنسبة للطلاب المتفوقين يعني، واجتماعهم بهيك أوقات يعني بتخليهم يتناسوا، مو ينسوا، يتناسوا الوضع المأساوي الموجود في سوريا. نحن في إنا رفقاتنا بسوريا أو أخوتنا بسوريا هن ما عندهم مدرسة، إيش توجه له الرسالة؟ ووجه لهم انه يعني يبادروا للدراسه في بيوتهم، يعني حتى يعني ينجحوا يعني ويطلعوا يعني اللي بيتمنوه هن. الانسات والاساتذه عم نعمل لهم دورات تنمويه توعويه لمعالجه الظروف هي الصعبه.